السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ماماتي حورية مرة أخرى. إن شاء الله اليوم نقدم لكم حلوة الريش بوند اللي كيبغيها الكل، وضروري نحضروها في كل عيد. إن شاء الله نبداو في المقادير. عندي كيلو ديال دقيق الفورص، جوج خمارات الوزن ديال 8 غرام، واحد صاشي ديال الفاني، ثلاثة البيضات، كاس ديال السنيدة ديال العنبة، وكاس مع عمرش ديال الزيت توا ديال العنبة. أنا عندي الكؤوس على نفس العبار ديال العنبة، عندي ربعة ديال الزبدة إما حيوانية أو نباتية، اللي البواطة ديالي على هذا الشكل هذا كتكون شوية ميدمة. عندي قشرة برتقالة محكوكة، غير القشرة البرتقالية، وعندي معلقة صغيرة ديال نكهة الفاني، نكهة البرتقال. إن شاء الله ندوزو للطريقة. أنا خديت واحد شوية الملح، نسيت ما ذكرتوش المقادير، تقريبا قبصة شوية باش تصححني الذوق. والزبدة تكون بحرارة المطبخ، تكون لينة. كناخدو ربعة الزبدة، كنضيفو عليها سكر سنيدة، كنضيفو سكر الفاني، كنضيفو معلقة صغيرة ديال نكهة الليمون باش تخرج لنا النكهة. ممكن نديرو قشرة الحامض ونكهة الحامض، أو غنكهو غير المزهر، من بعد اختيارات تبقى ليكم اللي كتفضلو. قشرة الحامض ندلكو هاد العناصر مزيان حتى تذوب لينا سنيدة. كتولي على شكل بوماد. نضيفو البيض، كتجي بنكهة البرتقال رائعة، واحد البنة كتكون فيها زوينة. كنضيف كاس مع عمرش ديال الزيت، ونبقاو ندخلو دابا الدقيق بشويه شويه تنشوفو واش نديرو الكيلو كله او لا ناقص منه او لا زيد، المهم على حساب الدقيق ومشرب واش كيفاش غتجمع لينا الخليط. ندير جوج صاشيات ديال الخميرة، نبداو نجمعو، غير نجمعو مندلكوش. أنا إن شاء الله غنستمر في
الخلط ديالها ورجع معاكم. البنات بعد ما جمعتها كيجي القوام ديالها على هذا الشكل هذا، كيجي هكا رطب وما جارياش وما قاصحاش. ان شاء الله ندوب في التشكيل ديالها، انا غندير شكلين منها. غندير الشكل الاول اللي كيتلاصقوا، غندير كويرات صغيورين لانهم راه كيتنفخوا، فيهم جوج خمارات لهذا الشكل هذا. نحاول نديرهم متساويين. هذا الشكل هذا بغيتو ديروهم وحده تكبروها شويه، ديروهم ولكن ما تلاصقش، تلاصقش مع الكرات اخرين. نمشينا على هذه الطريقه حتى نكمل الشكل الاول. والشكل الثاني غادي ندير كره شويه كبيره على هذا الشكل. انا غنصطنع على هاد الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي ورجع معاكم. بعد ما شكلت على هاد الطريقه هذه كناخد شي حاجه بحال هاد الشكل هذا، انا خديت غير الجراره وتنوركو عليه على هاد الشكل هذا. واثناء الطهي تقريبا غير بدات تشد في راسها، نحلو الفران ونوركو مره ثانيه، لان فاش كتبدا تطيب كتنفخ، ونوركو على هذا باش هاد الحفره هذه تثبت لينا وان شاء الله باش نعمروها. هذا الشكل الاول. بالنسبه للشكل الثاني درتهم تقريبا صغيورين على فوت البيه شويه، باش لان مالو ملي كيطيبو كيتنفخو، ملي كنمرمدوهم ثاني في الكونفيتير والكوك ثاني كيكبروا، الحجم ديالهم كيتزاد. انا غندخلهم على نار متوسطه، نشعل الفران من الفوق ومن التحت، ان شاء الله يطيبوا، ما يطيبوش بزاف غير يطيبوا، ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل ديالهم. البنات بعد ما طابت لينا الحلوه ديالنا ما كتحمرش بزاف، كتبقى على هذا الشكل هذا، هذا الشكل الصغير اللي كيكون ملاصق، وهذا الشكل اللي غادي نعمره من الوسط لهذا الشكل هذا. ما نفوتوش في الطياب، كتبقى شويه بيضه. انا خديت هنا كونفيتير داك الجاري، قرعه متوسطه، ودرت معها جوج كيسان ديال عصير البرتقال ونص معلقه ديال الكليكوز، باش وخلطتهم على النار حتى سخنوا شويه ولاو بحال الشكل ديال السيرو على هذا الشكل هذا. من خليته حتى دفى شويه، الحلوه ضروري حتى تبرد تماما، وهاد السيرو هذا ديال الكونفيتير يبقى يكون شويه دافي. وعندي كميه ديال الكوك اللي غتكفيني، صافي هذا الشيء اللي كتحتاج. ان شاء الله ندوب في الطريقه. كناخد هاد الكرات الصغار بهذا الشكل هذا، نخليهم يقعدوا شويه، ناخد شكل اخر. هذا الشكل الصفير اللي غادي نعمرو من كونفيتير باش ما يبقاش فيهم كميه كبيره بهذا الشكل.
الشكل الاول كنلصقو على الشكل المعهود ديال ريش بوند، وكنديروهم في الكوك على هذا الشكل، هذا كتجي على هذا الشكل، الشكل اخر حتى هو كنرمدو في الكوك. كيجي على هذا الشكل هذا، كنلاصقوهم غير يشربوا شويه ونحيدوهم. هي كتولي زوينه حتى الغد، دابا كتكون شويه قاصحه من الغد، ملي كيدخل معاها السيرو ديال الكونفيتور البرتقال كترطاب حتى الغد ان شاء الله ونتناولوها. رائعة الكونفيتور البرتقال، تيضيف لها واحد النكهة زوينة بنينة بزاف. المهم انا غنستمر على هذه الكيفية هذه حتى ننهي الكمية اللي عندي، وان شاء الله ارجع معاكم. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوة ديالنا ديال ريش بوند، كتجي على هذا الشكل هذا. نوريكم هذا الاول، كتجي هشيشة رائعة، وهذا الشكل الثاني، ومشي حاجة رائعة وبنينة اقتصادية. كنتمنىكم تجربوها بالصحة والعافية، وعواشركم مباركة إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.